السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم هذا البويوس او البريوش ديال البطاطا اللي كيجيو فتيين ومزيونين وكيجيو منفوشين، ما كيجيوش مدقصين. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير ونتمنى يعجبوكم. غادي نحتاجوا في هذا البريوش او بويوس اللي غنعدلو بالبطاطا، غنحتاج كيلو د البطاطا مسلوقة سلقتها في الماء، وبزع تا هيدا او معك تا هيدا او في الماكينة او الشوكة او كما بغيتو. وغنحتاج كيلو وعشرة ومية د الجرام د الدقيق او لا عشرة د الكيسان د العنبة، واحد ملعقة صغيرة د الملح، ثلاثة د البيضات، كاس د الحليب، كاس قد هيدا كبير شوية كبير على هاد العنبة، ونص طاسة السكر او لا كاس د العنبة قد كي القياس ديالو. وغنحتاج واحد ملعقة صغيرة د الخميرة د الحلوة، وغنحتاج كاس ونص د الزيت، هذا القياس ديالو قد كاس د العنبة. وغنحتاجو الخميرة د الخبز 25 غرام، غنحتاج جوج او جوج معالق كبار. غادي نعملو ثلاثة البيضات، نسيبو البيضات هما الاوليين، غنزيدو السكر الزيت من بعد ما كنكبو الطحين وكيتخلطنا كل شيء. ديك الساعات عاد كندفيو الحليب، ديك الكاس د الحليب اللي كان باقي لنا كندفيوه ونزيدوه على الخليط حتى كيرجع لنا بهذا القوام. هذا هيا العجينه كيفاش كتجي كتلصق في اليد، ومن بعد غادي نوري لكم الطريقه كيفاش باش ما تلصق لناش في يدنا وتخلينا نخدموا العجينه مرتاحين. دابا غادي نغطيها بسلوفان وغنخليها ترتاح واحد ربع ساعه 15 دقائق. دابا غنخليوهم يرتاحوا 45 دقيقه، ومن بعد ملي يرتاحوا هيدا ها هما دابا رتاحوا، غادي نطربوا واحد البيطه وغادي نزيدوا عليها واحد شويه د الحليب، مقدار معلقه كبيره او معلقه ونص د الحليب.
نطربوهم مزيان مع بعضيتهم، وغادي ندهنوه لهم في وجههم وندهنوه لهم غير بشويه لان رطبين. باش تعرفوا تقريبا شحال كيخرجوا، انا خرجوا لي 4 سواني من هادو. ها هما كيف كيجيو، كيجيو منفوشين، ما كيجيوش مدقسين من داخل. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة ديالي اللي هي تامي كيك ديكوراسيون، والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.